يتحمل احمد فتحي لو رجع في الباك رايت، يتحمل محمد هاني لو دخل كسرد باك في لا غالبا هيكون محمد هاني. يعني انا قصدي احمد فتحي هو اللي يبقى موجود كسرد باك؟ لا محمد هاني، انا وجهه نظري. اه وجهه نظري يعني انا ليا كده، بس ما اعرفش الكابتن حسام هيعمل ايه، ما اعرفش، بس انا وجهه نظري ان محمد هاني الاصلح انه يلعب سرد باك. احمد فتحي عنده من الخبره الدوليه كبيره قوي في التغطيه، ويعرف يغطي ويعرف امتى يبقى عنده سنس ان انا اروح وارجع تاني. محمد هاني هيلعب جنب رامي ربيعه، اظن ان هو رامي هيعرف يحركه بشكل كويس. طب هكلمك الجزئيه دي يا كابتن، لما نوصل للجزء الفني يمكن ده طبعا تحرك باص فريق النادي الاهلي لملعب المباراه، ملعب الجيش ببرج العرب. كابتن كمونه خليني اقول لك ان جمهور النادي الاهلي اللي زاد زي ما كابتن وليد كان وضح من في كلامه عن كل مباراه، النهارده الدور قبل النهائي الجمهور اكتر، هدفه النهارده هو الفوز عشان توصل للنهائي، ولكن برضو في حته دايما معينه عند جمهور الاهلي وانت ماشي في الشارع دايما بيسالوك، احنا لازم نكسب عشان احنا خسرنا في المباراه الاولى. اكيد طبعا، كل التوفيق لفريق النادي الاهلي والتعويض على المباراه الاولى. المباراه الاولى كان الاهلي خسر 0-1، وزي ما احنا متعودين جماهير النادي الاهلي بتامل وبتعشق النادي الاهلي في كل مباراه ان هي تفوز، ما عندهاش حاجه اسمها تعادل، ما عندهاش حاجه اسمها خساره البطوله، ده طموح النادي الاهلي، هم متعودين على كده واحنا عودناهم على كده، فده حقهم المشروع، هم متعودين على البطولات ومتعودين على الاداء الجميل النادي الاهلي بيأديه. فانا شايف النهارده جماهير النادي الاهلي يمكن 25,000 تهيألي، احتمال يكون 25,000، دي اضافه للنادي الاهلي ما شفناش بقالنا فتره طويله قوي العدد ال 25 وال 20 والكلام ده، كان اقصى حاجه بنبدا ب 5 7 10 15 لحد ما وصلنا ل 25، ده عايز اقول لك مدرج كامل يقدر ان هو يدي دفعه للنادي الاهلي، يقدر يحمسهم زي ما هم معودينهم على البطولات اللي فاتت. ده ما فيش شك ان الجماهير دي اضافه للنادي الاهلي النهارده ان انت ترد اعتبارك. هم كمان ليهم جماهير، خلي بالك يعني هم ليهم جماهير جايين بجماهير، عندهم جماهير قوية جدا طبعًا. يعني على ملعبهم، احنا رحنا الاردن قبل كده عملنا معسكر هناك لعبناهم ماتش ودي، يمكن كابتن ربيع والكابتن وليد عارف عندهم جماهير قويه جدا يعني بيتحرك الحجر، بس مش اقوى طبعا من جماهير النادي الاهلي. جماهير النادي الاهلي النهارده عايزهم يصبروا على الفريق، يساعدوهم شويه ان هم. صعبه المباراه يا كابتن؟ هي المباراه صعبه ان الفرقه كويسه، اتكلمنا عليها من ناحيه التكتيكيه، فرقه كويسه وصعوبه كمان ان انت هم خلاص برضو عايزين يحققوا مكسب تاني، او يعني ما يخرجوش كده بسهوله، لازم يعافروا مع النادي الاهلي برضو. ما عندهمش هم زي ما وليد بيقول ما عندهمش ضغوط، هم فازوا عليك في المباراه الاولى وبيأملوا، وكل تصريحاتهم عن طريق الاعلام او السوشيال ميديا زي ما احنا كلنا عارفين ان هم عندهم اصرار على المكسب تاني، فدي مزروعه جواهم سواء هيلعبوا النادي الاهلي او غيره. هم الاردنيين اصلا من طبيعتهم ان هم عندهم حته الحماس والروح والضغط والكلام دي مزروعه فيهم، بالاضافه طبعا لمستر نيبوتشا، طبعا مدرب كويس جدا بيعرف يقسم المباراه، محمس اللعيبه، كميته ماشيه مع اللعيبه من اول السنه ان هو قدر ياخد تقريبا دوري وكاس، بطولتين يعني حاجه كويسه جدا. هم زي ما احنا اتكلمنا قبل كده ان البلان اتحط من ايام كابتن جوري رحمه الله عليه، ابتدوا يشتغلوا على الفنيات بعد كده. ما خسرش ولا مباراه من ساعه ما تولى المسؤوليه مع فريق الفيصلي، اي مباراه ما خسرهاش، فده حاجه. انا بقول لك هو بيعرف يقسم المباراه كويس جدا، وعنده لعيبه بتطبق اللي هو بيقوله. يعني انا متوقع ان مستر نيبوتشا في المحاضره بيقول كلام بيطبق 100%، اللعيبه بتطبقه 100% اللي احنا شفناه في مباراه الاهلي الاولانيه. انا متخوف بس النهارده يلعبوا بنفس الحماس والقوه اللي قابلونا بيها المباراه الاولانيه. الوضع طبيعي يا كابتن، ده متوقع يعني احنا لازم ناخد بالنا ان هم فرقه كويسه، عندهم تنظيم دفاعي، عندهم البدني بتاعهم مش بطال، انما برضو عندهم عيوب بعد كده نقدر ان احنا نتكلم فيها. طيب يعني كابتن ربيع، قبل ما نروح للتقرير او تصريحات نيبوتشا نفسه عن هذا اللقاء، يعني اكيد كابتن حسام البدري زي ما كابتن وليد برضو يعني وضح ان هو الوضع هيبقى مختلف، الاداره الفنيه كابتن حسام البدري، الشكل بالنسبه للفريق، ممكن بعض اللاعبين انضموا للقائمه، كابتن حسام البدري هيفكر ان هو يبقى اشراك بعض اللاعبين منهم في المباراه كاسين. الوضع النهارده مختلف لفريق النادي الاهلي من حيث التشكيله كابتن حد. طبعا ده طبيعي جدا، احنا اتكلمنا قلنا ده دي مباراه قبل النهائي، كل مدرب لازم يفكر تفكير خاص، يعني خطوه على النهائي. الطبيعي جدا الادوار الاولى غير الادوار اللي هي بتبقى قبل المرحله الاخيره،
في فورمه المباريات. يعني ايه فورمه فنيه؟ يعني فريق الفيصلي هيوصل لفورمه كويسه باداء لاعبيه وبالجانب الفكري وبالجانب التكتيكي بتاع المدير الفني. هم يملكوا خلي بالك مقومات ترشحهم، هم ماتشهم مش هيبقى سهل، يملكوا مدرب عنده فكر وعنده بقى انضباط وعنده شغل فني واخد بالك، وعنده لعيبه بتنفذ ونفذت في الماتش الاول بامتياز. انما الفكر هيختلف ليه؟ لانك انت احنا في لعيبه هتدخل اكيد كابتن حسام النهارده، ان الطموح بقى موجود بنسبه كبيره جدا. انت النهارده بتلعب على ارضك في وسط جمهورك، ده طبيعي جدا، في وسط خمسه هيدوك دفعه. وجود حسام نفسه على الخط هيديك دفعه الماتش الاول ما كانش موجود حسام. وجود اللعيبه، هو دايما بيعتمد على اصحاب الخبرات، حسام الخبرات اللي موجوده واخد بالك، فده مهم جدا. انت عندك مجموعه من اللعيبه اديتها واستعت لها الدايره وخدت وقت كتير جدا من الدقايق، ما شاء الله فرضت نفسها وبامتياز. تشكيلك النهارده هيبقى اقوى وافضل واحسن بكتير، الخبرات زادت. عشان كده بقول دايما ماتشات قبل النهائي والنهائي ليها فكر تاني خالص وليها تخطيط خالص يا محمد عند الاثنين مدربين. صحيح. فالطبيعي جدا النهارده الاهلي بخبراته الكبيره ان شاء الرحمن يوصل للكابتن حسام التشكيل المثالي بامر الله تعالى، يوصل للتدويره المثاليه، التغيير المثالي، كلها قراءه موقف، وده موجود عند حسام. لان كده كده انت بطل، المواقف دي عدت على حسام وما عدت على لعيب النادي الاهلي، فالطبيعي جدا النهارده فكر خالص بشغل تاني خالص. وانا من وجهه نظري ماتش النهارده هيبقى فيها جانب فني كبير جدا من فرقتين يا محمد. الجوانب الفنيه، ال 90 دقيقه هتمشي ازاي؟ الطبيعي جدا طبعا لما نتكلم بقى ان اللي يحرز هدف وسير المباراه والحاجات دي كلها وازاي يهاجم وازاي يدافع ليها حاجات خاصه، لكن انا من وجهه نظري ان الاثنين مدربين ليهم دور كبير جدا جدا النهارده، توفيق الله سبحانه وتعالى. ثم الاثنين مدربين بعد كده خد بقى اللعيبه في وظائف وفي تركيز وفي التزام وتنفيذ حاجات كتير جدا النهارده، مواجهات ثنائيه فرديه، مواجهات جماعيه، مواجهات لحد النهارده الماتش في الملعب هيبقى فنياته عاليه جدا جدا جدا. حقيقي انا عايز انا اذكر برضه حضراتكم بتشكيل الفيصلي الاردني في المباراه الاولى. كان في حراس المرمى معتز ياسين، من اليمين للشمال عدي زهران وياسر واجده وابراهيم زوهره وابراهيم دلدوم، وفي خط الوسط يوسف الرواجده وبهاء عبد الرحمن ومندي واحمد سريوه، وامامهم لوكاس واكرم الزوي.